يا دي النيله يا نوال، يا دي النيله، ما قلت لك 100 مره بلاش تجيلي العربيه، وكمان كوريا خرجت والجو ما بقاش امان. الله، خرجت ولا تهببت؟ ماليش فيه. وحشتني ايه؟ نهارك اسود ومنيل ب60,000 نيله، وحشتك ايه ونيله ايه؟ لجيتك هنا كل يوم والتاني ما بقتش نافعه يا نوال. نفسي بتهفني على الكبده، فبجيئة. كبده ايه؟ كبده ايه اللي نفسك بتهفك عليها؟ كوريا لو شافتك هنا هتشمع لي ام العربيه، وسلومه جوزك مش هبه لنوال، ومحله على اخر النصر. مالكش دعوه بجوزي يا اخويا، قول انك خايف من السنيوره القصيره بتاعتك. ما انت مضروب على عينك وبتحبها رد السجون. انا عارفه عاجباك في ايه دي. فكك بقى من كوريا وشيليها من دماغك. نوال، عيون نوال مزنوق في 200 جنيه. يوه يقطعني، مش عامله حسابي. لا شوفي لي اي حاجه معاكي. طب خد يا هيما ده بيعه واشتري اللي انت عاوزه ونزه نفسك. من ايد ما نمسكهاش. ويلا بقى اخلعي يا نوال، مالكيش حجه. واحده جوزها جزار واقفه على عربيه كبده مستورده ليه؟ وكمان كوريا مستنيانا على القهوه. على القهوه يعني على الرجاله. يا عم حركات حريمي ايه وبامبا وموف ايه؟ انا نازله الكوافير ده بضرب الجزمه اساسا، تقول لي حريمي والوانات وشخلعه، انت عايز تقفلني منك؟ ام العوزات ازاي يا كوريا؟ عايزه الحيطان الوانها كاتمه، عليها شويه صور اجنبي كده، اخرج صوره واحده للبت اللي بحبها جيلينا جولي دي، غير كده عايزه ناس بتصغر، والجمجمه مركبه باروكه شكلها حلو، مركب بتغرق. بص من الاخر، عايزه الوليه من دول تخش المحل تتكتم تتقبض، ما تجيبش منطق وتقعد تلوكلك وتقول لي فتله وكوافير ومانيكير وقفايه. بس انا كده فهمتك، انا هجيب لك الواد ده كاروته النقاشي غمق لك ابوها، ده واد شاطر وقلبه اسود ويكتم اي حاجه، ده لسه عامل محل عم سعيد المكواجي، عامل له حاجه بسم الله ما شاء الله مقبره. كوريا انا هنزل بقى العتبه اجيب لك شويه بسترات من اللي قلبك يحبهم. السلام عليكم. عليكم السلام. طب بالنسبه لليافطه اسميه كوريا الصغير. سندس جبتها لك اهي، سندس دي خالتك، اتحطيها في نن عينك من جوا ما تزعلهاش. لو قالت لك في يوم انها شافت القمر في المطبخ في الحله قول لها شفته القمر في الحله. قمر ايه وحلتيه يا خال؟ انا ناقصه جنان؟ انت كده هتقلب لي شقه مروستاه. ما كفايه فيلم الكرتون اللي شغال في دماغي ده، عرض مستمر ما بيخلصش. سعد بيحب البيض. سعد؟ بيض ايه؟ بيض ايه بتقول لك بيض؟ وبعدين مين سعد ده؟ اقعدي بنت مجنونه. لا 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 ما تخافيش يا سندس. سعد مين؟ سعد الله يرحمه ابنها. الله يرحمه. بعدين دي مش مجنونه ولا حاجه، ما تخافيش. ماشي اما نشوف اخرتها. بقول لك ايه، كوريا دي طيبه، كوريا دي تتحط على الجرح يشيط. انما انا حاسه ان انت اللي هترجعني القناطر من تاني. كلنا هنروح القناطر ان شاء الله ونركب عجل وحمير هناك. والله اركب حمار. انا هركبك حمار، اجمل حمار في القناطر هركبه لك. هيس هيس، قول اي كلام عشان تلحق تجري، ارمي من على كتفك وزيح قوي يا خال. ها اسيبكم بالعافيه بقى وخليكم مع بعض. لا سعد ما تخافيش، غير هدومك وروح. استنى ما تسيبنيش معاك. يا بنت انت يا بنت. نعم. عايزه الصحن. ابتدينا. طب بقول لك يا سندس، بص يا سندس عشان نبقى على نور كده من اولها، انت تتمسي وتقولي يا مسا كده وتخشي تنامي، والصباح رباح. انا اما اصحى الصبح هليفك ونحمي ونصبن ونرغي، نعمل كل اللي انت عايزاه عشان ما فيهاش خلق دلوقتي يا سندس. ماشي؟ جعانه. لا بقول لك ايه، عدي يومك. عايزه ايه بس؟ هتنوحي لي ليه دلوقتي؟ طب خلاص خلاص، ما تزعليش ما تزعليش يا سعد. ما هنجيبه منين سعد ده؟ معلش حاضر، انا هعمل لك كل اللي انت عايزاه. انت عايزه ايه؟ بيض. حاضر هعمل لك البيض. عايزه حاجه تانية؟ مقلي. حاضر اعمله لك عيون يعني. حاضر اعمله لك. سعد بيحب البيض المقلي. حاضر انا هقوم اعمل لسعد البيض عشان اخلص انا دلوقتي. حاضر عايزه الصحن. حاضر احميكي. حاضر تعالي بس خدي بول. عاوزه ايه تاني؟ تعالي. ايه انا حلوه سمعنا عليك يا اختي. اخ يامه الله يرحمك يا ماما. اتفضلي يا حبيبتي. تسلم ايدي كده، ده انتصار. بألف هنا وشيف. وحشتيني روحي وقلبي وحياتي ودنيتي، كل حاجه لي.
عمري. اقعد يا بيبي. انا 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 بقى بيبي. انا بعشقك حبيبي. انا بحبك قوي. انت امتى هتبطل اوفر يا حبيبي؟ امتى؟ ما انا مش قادر طبعا. الله، ما انت عارفه واحد بيحب واحده بجمالك لازم يبقى اهم حاجه في حياته انه يدلع البنوته. عارفه يعني ايه يدلع البنوته؟ يعني دلع البنوته. لا لا لا، دلع البنوته. بس 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 انا كم مره قلت لك بطل اسلوب المعاكسه بتاع الورق اللي انت بتعمله ده. حبيبي بيبي انت خلاص بقيت حاجه تانية. انسى الحياة القديمة دي اللي انت كنت عايشها، انساها خالص. حاضر حاضر خلاص. بص بقى يا حبيبتي، انا من ساعة ما كلمتك في التليفون الصبح وانا هتجنن. ازاي انت تتضايقي وانا عايش على وش الدنيا؟ عشان كده انا قعدت اعصر في دماغي لغاية ما لقيت لك حل هيخلصك من قرف العمال والشركة ده خالص. طب ازاي يا حبيبي؟ احنا نفتح قناة فضائية. نعم؟ قناة فضائية؟ إذا كنت أنا في الشركة عندي مشاكل متلتلة ومش عارفة أحلها، تقولي نفتح قناة فضائية؟ بعدين أنت عارف كويس قوي إن أنا معيش سيولة. يا حبيبتي السيولة هتتوفر، إحنا ناخد قرض من البنك بضمان الشركة وكل فروعها اللي في المحافظات، ده غير الأراضي بتاعتكم اللي موجودة في شرم والغردقة، وأنا كمان هخش بحتة الأرض بتاعتي اللي موجودة في الساحل، ونصيبي في مصنع المراتب، وساعتها ناخد قرض ب 50 مليون دولار، ونبدأ بداية قوية، ونفتح أكبر قناة في الشرق الأوسط. يعني نظرياً الكلام ده حلو قوي. بس مش هينفع يا بيبي، انت عارف ان بابي ممكن يجرى له حاجه لو انا بعت الشركه، تضيع عمره كله فيها. مش هينفع حبيبتي. مين قال بس ان احنا هنبيع الشركه؟ احنا مش هنبيع حاجه، احنا كل ما في الموضوع هناخد الشركه ديت وندخلها من ضمن الضمانات اللي البنك هياخدها. غير كده انت عارفه وانا عارف ان الشركه دلوقتي ما بقتش تكسب. بس 50 مليون دولار ده مبلغ كبير قوي. يعني احنا حتى لو خدنا القرض ده هنسدد فلوسه ازاي؟ احنا الاصول اللي معانا ما تجيبش تلت المبلغ ده. يا حبيبتي ما تقلقيش، انا هعرف اسنجف كويس قوي. اسنجف؟ يعني ارستق. اظبط 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 الورق بتاع البنك ده كويس قوي، بحيث ان الاصول بتاعتنا تساوي ثمن القرض كويس قوي، وفي خلال 5 سنين بالظبط هنسد القرض وهنكسب كمان. وبعدين يا حبيبتي انت عارفه زمان كانوا بيقولوا ايه؟ ها؟ ايه؟ اي حاجه فيها اكل هتكسب هتكسب. دلوقتي اتغيرت شويه، بقت اي حاجه فيها اكل ودان الناس هتكسب هتكسب. انصحك ديري بالك على حالك. سيبني الوقت يا بنت. في يا خالتي مالك بتعيطي ليه دلوقت؟ حاضر حاضر انا جايه لك اهو. طيب يا حبيبي وحشني يا حبيبي. يا حبيبي يا رب. في ايه؟ في ايه بس؟ مالك مالك؟ ايه دي كده؟ قولي لي في ايه؟ مالك يا خالتي؟ فيك ايه؟ مالك عاوزه ايه؟ مالك بس؟ عوض عوض وساعد ابني. وحشوني. الله عايز اشوفه. حاضر. طب اقول لك على حاجه، انا اتصل لك بيهم بكره الصبح. خلاص والنبي. استغفر الله العظيم. والنبي. قولي تاني. والنبي والنبي والنبي. اللهم صلي وسلم عليك. يلا عليه الصلاه والسلام. يلا اهدي بقى ونام. وبدريه اختي كمان وحشتني خالص، عايزه اشوفها. لا حاضر اكلمهالك هي كمان بكره. بكره اكلمهم لك كلهم. اكلمهالك. انت جننتي؟ دي بدريه ماتت. يو طب ما انت واعيه هما اللي فيكي ايه؟ يا خالتي حرام عليكي ما تعيطيش، بتقطعي لي قلبي. طب خلاص خلاص والنبي انا اسفه 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 والنصح ما اعمل كده تاني. خلاص والنبي اهو. والنبي حقك علي حقك علي. اهدي بقى ونام. طب احكي لي حنوته. حاضر. كان يا مكان يا سعد يا اكرام. سعد بيحب البيض. صدقني كرهت البيض. احنا نعمل عقد شراكه ما بيني وما بين هايدي، وانا هخش بحته الارض بتاعتي اللي موجوده في الساحل، ونصيبي في مصنع المراتب اللي موجود في العبور، وكل الاجراءات البنكيه اللي بعد كده هخلصها انا بالتليفون. مش هيبقى فاضل بس غير على التوقيع اعمله انا وهايدي في البنك. ايوه بس نسبه الخطوره بتبقى عاليه جدا في القروض الضخمه دي، وبعدين لو حصل اي تعثر او لا قدر الله المشروع ما حققش التارجت بتاعه هندخل في مشاكل كبيره جدا يا هايدي مع البنك. ايه مالك مش قوي كده على فكره يا نادر؟ ما كل المستثمرين الكبار بياخدوا قروض ويتعثروا ويجدولوا ويسددوا. انا بصراحه حكايه القناه الفضائيه دي عجباني قوي. ايه رايك بقى يا هايدي تشغليني فيها مذيعه؟ وليه لا؟
عشان برضو ما خليش مروان يطلع مع حد غيرك. على الاقل انت ضمناكي. ده ما فيش حد بيخسر على فكره. اللي بقى عنده قناه دلوقتي بقى عنده 3 و4 و5 رياضه ودراما وافلام ومنوعات واغاني. يعني الموضوع كده بسم الله ما شاء الله كبير. وحتى القنوات بتاعه الرقص الشرقي بقت مكسره الدنيا دلوقتي. الله، انا عجباني قوي الفكره دي يا بيبي. انا عايز افتح قناه رقص شرقي وهخلي نجوان هي المين ستار بتاعتها. هي بقى تعمل كل البرامج والرقصات والشوز. على فكره نجوان بترقص شرقي احلى من الصفينار. وانا جاهز بكل حاجه، كل البلاتوهات اللي موجوده في مدينه الانتاج الاعلامي وبره مدينه الانتاج الاعلامي واقفه بس على الامضه. وعلى فكره احنا ممكن نعتبرهم دول بيزنس لوحده خالص. ليه بقى؟ لان احنا ممكن نستفيد بيهم وناجرهم ونعتبرهم اصول. والخطوه الثانيه بقى نقوم لمين كل المذيعين والمذيعات المنورين في كل القنوات واخدينهم عندنا ونقدم لهم عروض لا يمكن يرفضوها. وبعد كده نقوم داخلين دخله قويه مع وكاله اعلانات قويه، وفي خلال 6 شهور القناه بتاعتنا تبقى اكبر قناه في مصر. وساعتها بقى نبقى نفتكر القعده دي ونقعد نضحك عليها. انا بصراحه متحمسه جدا للموضوع يا هايدي. الفكره حلوه وجديده وبتكسب. وانا كمان يا هايدي، انا من زمان وانا نفسي اكون في المود ده. واضح جدا ان انا الوحيد اللي دمه تقيل في القعده، بس انا بحب اتحرك بطريقه محسوبه وبقدر المخاطر قبل ما ندخل في اي حاجه. يا هايدي بقول لك ايه يا نادر، انا مش عايزه اكمل حياتي في الشركه هنا مع السكيورتي، لا شغله ولا مشغله. يلا يا مروان يا حبيبي نعمل المشروع ده. يا ستي والله ما خايف منها، بس دي خطيبتي وهتبقى مراتي. عاوزاني اقول لها ايه؟ اقول لها والنبي سيبيني اروح اقعد مع نوال شويه عشان